ماله العيش يا جماعه؟ مش فاهم انا، كل اللي رايح واللي جاي يقول لك بطل العيش. عايز سكرك تتظبط وتبقى الدنيا زي الفل وتمام، بطل العيش. عايز تبقى فورمه كده ودهونك تمشي والدنيا تبقى تمام والحياه تبقى فلالي، بطل العيش. كل جسمك خس لكن فاضلين شويه دهون على بطنك كده وفي كرش عندك ومضايقك، يقول لك بطل العيش. عايز تتجوز برضه، بطل العيش. هقول لكم في نهايه الحلقه هتعرف الموضوع ده كويس، مع ان ممكن حته فاكهه قد كده تديك سعرات حراريه اكتر من رغيف العيش، بس لو انت بتفكر بالطريقه دي يبقى محتاج تشوف الحلقه دي عشان نفهمها مع بعض. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم تاني. انا دكتور ميكو، دي قناتكم قناه صحه وتاريخ. لو انت اول مره تشوفني انزل بسرعه من سبسكرايب للقناه، اعمل لايك للفيديو واعمل كومنت ادعمنا بيه، اوعى تنسى الحاجات دي كلها مهمه جدا. مقدمه طويله عريضه لموضوع مهم جدا جدا، الا وهو الجلايسيميك اندس او المؤشر الجلايسيمي للجلوكوز. بمنتهى البساطه عشان نشرح الموضوع ده، هو قدره اي حاجه بناكلها او نشربها انها ترفع لنا السكر بمقدار قد ايه وبسرعه قد ايه. يعني مثلا لو انت كده رحت كده علقت محلول جلوكوز او شربت شويه جلوكوز، ده المؤشر الجلايسيمي بتاعهم 100. يعني لو انت خدت شويه جلوكوز في ثانيه هيرفعوا لك مستوى السكر والانسولين هيبقى في السماء في ثانيه. لكن لو انت شربت ميه او كلت مثلا شويه خضار، اكيد السكر مش هيرتفع زي الجلوكوز، الدنيا هتختلف. يبقى المؤشر الجلايسيمي بتاعهم قليل. علماء الاغذيه الله يبارك لهم خدوا كل حاجه كده بناكلها وبنشربها وراحوا حاطينها في ثلاث اقسام عشان خاطر يريحونا من الموضوع ده، وكل واحد يبقى عارف اللي بياكله ده المؤشر الجلايسيمي بتاعه عالي ولا واطي، بحيث يبقى ايه رقيب على نفسه وشايف نفسه. واول قسم كان معانا في الموضوع ده اطعمه المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي او الجلايسيميك اندكس بتاعها عالي، وهي اللي بيكون ارقامها او المؤشر بتاعها من 70 فيما فوق. يعني اي حاجه تشوف المؤشر بتاعها او الرقم بتاعها 70 فيما فوق، تعرف ان المؤشر الجلايسيمي بتاعها او الجلايسيميك اندكس بتاعها مرتفع. زي العيش اللي بدانا بيه الكلام، زي مثلا الرز، زي مثلا العنب، زي التين، الحاجات دي بترفع السكر بسرعه رهيبه جدا، فلذلك المؤشر الجلايسيمي بتاعها في السماء، لذلك ناخد بالنا منها. تاني قسم معانا اطعمه المؤشر الجلايسيمي بتاعها متوسط، يعني لا هو مرتفع ولا هو منخفض. اي رقم تشوفه من 55 لحد 69 يبقى المؤشر الجلايسيمي بتاع الاكل ده متوسط. زي مثلا كده لو قمت عملت لك كوبايه شاي وحطيت معلقه سكر، اهو السكر ده المؤشر الجلايسيمي بتاعه متوسط. العيش الاسمر، عشان في ناس بتبالغ وتقول لك انا هسيب العيش الابيض واروح للعيش الاسمر، لا يا حبيبي، العيش الاسمر برده المحتوى الجلايسيمي بتاعه متوسط، فلذلك ما تبالغش قوي في الموضوع. بعض الفواكه مثلا زي الفراولة زي المشمش المؤشر الجلايسيمي بتاعها بيكون متوسط. نمرة 3 أطعمة المؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض. أي حاجة تلاقي رقمها والمؤشر الجلايسيمي بتاعها أو الجلايسيميك إندكس بتاعها أقل من 55 لتحت، اعرف إن المؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض. زي مثلا المكسرات، زي الخضروات، زي الفاصوليا، زي العدس، زي اللوبيا، الحاجات دي كلها المؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض، يعني ما بترفعش السكر بسرعة ومش بمقدار عالي. وهحط لكم جدول تحت كده إن شاء الله، في رابط كده تحت، الجدول ده هيكون فيه كل الأطعمة اللي موجوده اللي احنا بناكلها وقدامها الرقم بتاعها او المؤشر الجلايسيمي بتاعها، بحيث تشوف الاكله بتاعتك وتشوف الرقم بتاعها قدامك، لو مناسبه معاك كلها، مش مناسبه معاك ما تاكلهاش. ما تنساش لو وصلت لحد هنا تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، ادعمنا بكومنت، اوعى تنسى الحاجات دي كلها مهمه. طب انت وجعت دماغه وعمال تقول لي محتوى جلايسيمي او المؤشر الجلايسيمي عالي ومؤشر جلايسيمي وانا الموضوع ده يفرق معايا في ايه؟ بص يا سيدي، الحاجات اللي انت بتاكلها ويكون لها مؤشر جلايسيمي مرتفع او الجلايسيميك اندكس بتاعها مرتفع، دي بتعمل لك ثلاث مشاكل. اول حاجه انها بترفع السكر بسرعه جدا، لذلك الانسولين او البنكرياس يبتدي بقى يشتغل ويطلع انسولين برضه بسرعه عشان خاطر يقدر يعادل او يوازن الموضوع ده، وطبعا ده بيكون جهد كبير على البنكرياس، ومع الوقت ممكن البنكرياس يريح منك في السكر. نمره 2 ان الحاجات دي او الاطعمه دي اللي رفعت السكر بسرعه او خلت مستوى الجلوكوز في الدم يعلى بسرعه، الجلوكوز ساعتها مش هيلاقي له مكان، فبالتالي هيضطر انه يتخزن كدهون، يطلع على الكرش بقى دهون على الكبد، تلاقي بقى دهون على البطن، تلاقي جسمك كده في سمنه والدنيا كلها دهون في دهون، يبقى انت كده في مشكله ثانيه، هتدخلك برضو في مشاكل ثانيه. نمره 3 واخطرهم مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين هي بدايه لكل الامراض اللي ممكن تحصل، السكر ماشي، تصلب الشرايين ماشي، الضغط ماشي، ومشاكل كتير جدا. مقاومه الانسولين معناها الانسولين مش قادر يدخل الخلايا يدخل السكر بتاعك او الجلوكوز بتاعك، يعني الخلايا قفلت وبتقول له خلاص احنا متشكرين مش شايفينك ومش عايزينك، لانه طول الوقت انت شغال بقى عمال تاكل في سكريات وفي حلويات، والجسم كله عايم في انسولين وعايم في سكر، فبالتالي
مقاومه الانسولين ارتفعت عندك، يبقى الاطعمه اللي مؤشر الجلايسيم بتاعها مرتفع مشكلتها كبيره جدا، لذلك خلي بالك منها. ما تنساش لو وصلت لحد هنا اعمل اشتراك في القناه، اعمل لايك للفيديو، ادعمنا بكومنت، اوعى تنسى عشان نكمل. طيب انا اتعامل ازاي مع المؤشر الجلايسيمي ده او الجلايسيميك اندكس ده، اتعامل معاه ازاي؟ بص يا سيدي، لو انت مريض سكر والسكر بتاعك مرتفع على طول، يبقى خليك دايما في الاطعمه اللي المؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض، يعني 55 فيما اقل. الخضروات بقى، الحاجات دي هي اللي هتظبط معاك، فاصوليا، بقوليات، لوبيا، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها هتظبط معاك، فخليك دايما في الحاجات اللي المؤشر الجلايسيمي بتاعها قليل. لو عليت سنه يبقى خليك في المتوسط، لكن ما ترفعش اكتر من كده، وحتى المتوسط بيبقى درجات، فخلي بالك من الرقم، خلي بالك من المؤشر اللي قدام كل اكله. وزي ما قلت لكم هحط لكم جدول تعرف منه ايه اللي يناسب معاك وايه اللي مش يناسب معاك. لكن فجاه انت لقيت السكر بتاعك بيهبط وحصل لك هبوط في السكر، ما تروحش بقى تاخد حاجه المؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض، اجري بسرعه خد حاجه المؤشر الجلايسيمي بتاعها مرتفع، مثلا حته بطاطا، شويه رز، اي حاجه حلوه، كوبايه عصير، مش عارف ايه، ارفع بسرعه عشان خاطر تقدر دي تقوم وترجع تاني. الناس اللي عايزه تخس وعايزه تحرق دهون، وخصوصا دهون البطن اللي بتكون رخمه جدا، قلل جدا كل الاطعمه اللي المحتوى بتاعها الجلايسيمي بتاعها مرتفع او متوسط، خليك دايما في الاطعمه او الاكلات اللي المحتوى الجلايسيمي بتاعها منخفض، هتفرق معاك جدا، وهتفرق معاك بالذات في دهون البطن، وعن تجربه هتبقى حاجه رهيبه جدا. زي ما بيقولوا دهون البطن او البطن تصنع في المطبخ. نمره 3، لو رايح الجيم او ناوي تلعب رياضه، خد حاجه يكون المؤشر الجلايسيمي بتاعها مرتفع، حته موزه مثلا، حته بطاطا كده مشويه، هتفرق معاك وتديك طاقه وتديك حاجات زي الفل، وتبقى باور والدنيا تمام. موضوع العيش والجواز، خلي بالك انت لو عمال تاخد عيش وسكريات وحاجات المحتوى الجلايسيمي بتاعها مرتفع على طول، التستوستيرون بتاعك هينزل وهتبقى حياتك في النازل، فخلي بالك من الحته دي. وبكده دخلنا على العيد، وكل سنه وانتم طيبين، فخلي بالكم من الكعك والبسكوت، لان المؤشر الجلايسيمي بتاعهم في السماء، فخلي بالك منك ليه، اوعى تنسى الموضوع ده. وصلنا لنهايه حلقتنا، وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير ان شاء الله بعد العيد. سلام.